لعبت غادي كان فرنسا. لعبت انا اماتور، لعبت من الميني جوسكان حتى الجونيور. باهي نرجعوا لمباراة الدور النهائي، كالركنيات والركنية اللي جات وانت سجلت قبلها برشا ركنيات. شوية بشوية الكورنير معناها. باهي الكورنير. باهي. هذيك الخدمة مظلومة في الناطر الماء قلت لي. كي تجي تشوف ترجع عامين ثلاثة سنين التالي ما كنتش نماركي في الكورنيرات. معناها نبدا هو فهمت كل خدمة في لونترينمون. قلت لي سي فوزي يقول على الماركاج نتاع الماركاج مانيش نخدم وحدي، فما عيادي باش يشوط الكورنير، فما برشا حاجات نجم نقول لك عليهم. به نفس سنين كيفاش كنت قبل المباراة؟ نفس سنين بالنسبة لي أنا كيما نولد كل على أعصابنا. أنا كيفاش حضرت صدقني ما نجمتش وما حاولتش باش نتصور من بعد نهار السبت اش باش يصير. تلاقيت ماتش نهار السبت، تركزت على ماتش نهار السبت، ما حاولتش باش نخمم في حاجة أخرى، وفنية بيع هذو اللي خديتها الحمد لله. هادي انت خارج من التيران، خارج من الملعب، وفات المباراة والترجي الرياضي التونسي رفع الكأس الافريقية، وانت تقول مانيش فاهم ما نعرفش. شنو اللي ماكش فاهم؟ انا قلت لك اي ابري الماتش. باهي حتى نذكر حتى لين زفر الاربيتر، انا من بعد ما نذكرش منيح قلت مانيش فاهم. شنو اللي مانيش فاهم؟ ليه ما نذكرش؟ لا من خلال التصريحات نتاع الهادي اللي الجمهور معناها فرح بالكدا كي يشوف ملاعبي في كيما الهادي توا، يقول لك التواضع نتاعو، يقول هذا معناها المستوى اللي وصلته ما زلت باش نوصل، وهذا ثمرة العمل هادي. هادي. اي فاهم هذوك كيما قال لك فهمتكش منيح. شوف نقول لك كل حكاية انترينمون تترنى على روحك وتزيد تقدم عمرك، ما تقول راني وصلت ليتاب هذي ولا. قد ما تمشي قد ما ترينا وقد ما تفهم وقد ما تتعلم من الكرة. العيادي من خلال الشيء اللي قامت به الترجي الرياضي